هلا موجودين بنفق فينيسيا، مثل ما شايفين معي بالصوره المشاهد تنقلها من ارض الواقع. مثل ما عم تشوفوا المشهد يتكلم، هيدا الجرانيت اللي موجود هون اللي دفع ثمنه المواطن. شوفوا معي بالصوره، شوفوا معي الفراغ بين البلاط، شوفوا معي اين الترابي مثل ما بيقولوا، اين المواد اللي بحفظ هيدا البلاط. الفراغ اللي عم تشوفوه معي هيدا اسمه نفق فينيسيا. هيدا عم نشوف نحن وياكم البلاط قدامكم بالصوره كيف كله مقبع. حنحاول نحن نمشي نحن وياكم وناخذ احتياطنا، ما تهرسنا السياره بهذا الطريق لانه بكيفوا المعنيين اذا هرستنا السياره، بعض المعنيين طبعا. عم نشوف نحن وياكم هيدا النفق الجرانيت قدام كلف، قدام كلف دولتنا الكريمه. وشوفوا شوفوا الغش بهذا النفق، شوفوا المواد المحطوطه، شوفوا الطريقه المحطوطه، كله محطوط مثل ما بيقولوا هات ايدك والحقنة. عم نشوف نحن وياكم نفق فينيسيا مثل ما عم نقول، هذا نفق فينيسيا. هيدي مشاهد من ارض الواقع ننقلها اليكم من الواقع، مشاهد حزينه، مشاهد مؤسفه ان نرى هذه المشاهد في لبنان. هذا كله حيوقع، ما حيبقى شيء، وكله عم يوقع. ومثل ما شايفين معي طلعوا معي، هذا كله لحظات دقائق ايام معدوده كله حيوقع. حتى محاولين مصلحين منه، احنا ضوينا عليه هذا المشهد، هذا ضوينا عليه سابقا، وبعد ما ضوينا عليه صلحوه، حتى اللي صلحوه واقع. يمكن صوتنا شوي عالي لانه عم برش داخل النفق الصوت. فمثل ما عم تشوفوا معي هلا خف السير لانه للجهه الثانيه. هودي اللي صلحوهن هون رجعوا كمان نزلوا معنا، مبينين قدامكم بالصوره. شوفوا هذا كل النفق قدامكم مثل ما عم تشوفوا معي، مشاهد من ارض الواقع عم نشوفها نحن وياكم داخل نفق فينيسيا المؤدي الى فينيسيا، فندق فينيسيا. مثل ما شايفين معي للاسف هذا كله دافع ثمنه المواطن اللبناني. دولتنا الكريمه حاطه اموالها كلها موجوده، وين ومين اخذ الاموال ومين اكل الاموال والله اعلم. على ما نقول مثل ما عم تشوفوا شوف عينكم مشاهد للاسف 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 مبالغ ما بعرف قدين حطيت، ولكن شو بده يحكي الواحد ليحكي. بدنا نقرب لهون شوي نشوف شو في. شو بدي فرجيكم لفرجيكم يعني صراحة، شو بدي فرجيكم لفرجيكم صراحة. هيدي مشاهد حقيقية، شوفوا شوف عينكم، شوفوا شوف اللبن اللي محطوط، شوفوا المشاهد كلها بداخل النفق. نعم مشاهدينا، نحن عم ننقل لكم الواقع، شوفوا شوف عينكم. هيدي مشاهد حقيقية برسم المعنيين، برسم أصحاب الضمير. يا عمي عم بتطلع على البلاطة يا عمي، والله منا مجروح. هاي البلاطة المفروض تتجرح تتحط، ما في شيء ما في شيء أبدا. يلا هدا للأسف ما فينا نقول غير يعيب الشوم، بس لو كان في حسيب ورقيب ما وصلنا لهون. نتمنى التحرك الفوري من اجل سلامة المواطن. اصلا ما بقى يهمكم سلامة المواطن، لان المواطن حرقته سلافه بكل شيء الحمد لله. هيدي مشاهد نقلناها لكم يعطيكم العافية داخل نفق فينيسيا.